لا ما خونا كيشوفك دير فيديوهات خلق السعادة ضحك ناشط بنادم صاحبي حاسدك على ديك الضحك اللي كتضحك في الفيديوهات ما حاملكش. تخيل معايا صاحبي كدير فيديوهات مقين وكتضحك بنادم ما حاملكش صاحبي ديك راني بيا صاحبي شنو كنبيع الصوارخ صاحبي او واحد خونا كيسكن في واحد المنطقه جيو لي شدو حتى البوليس صاحبي راه دردكت لي ما صاحبي راه جد الساك ديالي هاهو راه خرجت من الله المهم هنا هاهو الساك ديالي والساك الاخر شكلك حاط في الحوايج ديالها خرج من الالمان شي الالمان خليني عليكم هذوك اللي حاسين الكاب اللي كديكلاريو كتصيفطوا لي زيميل السير الله ياخذ فيكم الحق يا ولاد الحرام. انا احبابنا نطلب من الله العلي القدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. كما شفتوا معايا الاخ هذا اللي شفتوا معايا دابا في البدايه ديال هذا الفيديو هذا كان عايش في ألمانيا كان في المغرب مغربي جا لألمانيا أول مرة تنعرف بأنه ربما ما عندوش الوراق مسكين. مهم جا لألمانيا كان عايش مع واحد الألمانية اللي وقفات معاه مهم وقعوا ليه مشاكل هاد المشاكل وقعوا ليه عن طريق خوتنا ديالنا وقفوا معاه شافوا السيد خدام تيدير فيديوهات تيضحك مع راساتو خالق السعادة بداك الشيء اللي عنده. مهم ما عجبهمش الحال كما تعرفوا كاين شي محاسيد سبحان الله شي مغاربه خوتنا محاسيد يعني ما عرفتش انا اش من طين هاد الناس هادو يعني اي واحد تيشوفوه خدام على راسو تيدير فيديوهات ولا اي حاجه ولا خدام بخير عليه خصهم يخرجوا عليه خصهم يعرفوا شاده والفاده على هاد السيد هذا فقط باش يخرجوا على بنادم باش يخلقوا مشاكل العباد بلا كيما خلقوا على هاد السيد هذا ما عرفش حنايا المغاربه مش كلشي بطبيعه الحال ما تنعممش على كلشي ولكن واحد الفئه تبارك الله عليها سبحانك يا اله الحسد والبغض والغيره من بنادم ما فهمتش وتنطلبوا تنبغوا الخير لانفسنا ورا راه لما كنتيش تبغي الخير لعباد الله راه انت براسك ما يوصلكش الخير. رأيني يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. الإنسان الذي يبغي عباد الله ويحسد عباد الله ويبغي الشر لعباد الله كيفاش بغيتي انت يوصلك هذا الخير؟ إلا انت ما تبغيش الخير لعباد الله راه ما يوصلك حتى انت بنفسك ما يوصلكش الخير. المهم اخوتي كما قلت لكم يعني تنشوف الله العظيم يعني يحز في القلب هاد الحوايج هادو انك تشوف بزاف ديال الاجناس هنا في ايطاليا تتعاونوا مع بعضياتهم تيوقفوا مع بعضياتهم يعني لا تضر منهم شي واحد كلشي تينوض انا الشمت كلشي تينوض يدافع عليه الا حنايا المغاربه هنايا لازم سبحان الله تقلب لك غل على المضره ويقلب لك على الشر سبحانك يا إله. ماشي كلشي راه ما تنعممش دائما تنعاود نكرر المسألة هذه راه ما تنعممش ولكن راه كاين واحد الفئة كبيرة يعني سبحانك يا إله لا حول ولا قوة إلا بالله بحال هاد السيد هذا دابا خلقتوا ليه مشكل أشنو دابا أش من رباح ربحتو دابا والسيد دابا يعني عايش في غابة متشرد ما عندوش أوراق ما عنده والو هارب البوليس وقعتو لي درتو ليه مشاكل يعني في حياته درتو المشاكل حتى الألمانية اللي كانت معاه لا حول ولا قوة إلا بالله هادشي اللي غادي نقول والله يهدي مخلق وهذا ما كان أخوتي تهلاو ليا في راسكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديك راني بيا صاحبي شنو كنبيع الصوارخ صاحبي او واحد خونا كيسكن في واحد المنطقه جيو لي شدو حتى البوليس صاحبي راه دردكت لي ما صاحبي راه جد الساك ديالي هاهو راه خرجت من الله المهم هنا هاهو الساك ديالي والساك الاخر الساك الاخر حاط فيه الحوايج ديالها خرجت من الالمان شي الالمان خليني عليكم هادوك اللي حاسين الكاب اللي كديكلاريو كتصيفطوا لي زيميل السير الله ياخذ فيكم الحق يا ولاد الحرام.